Hala Filip ne? Similik bu da daha dattın. Hala fi indi alaka muhimme. ايش اللي بغير الفوليوم في التانك هذا او الماس؟ لانه هذا فوليوم، هذا فوليومتريك فلو ريت مش هيك؟ فهذا هون فوليومتريك فلو ريت، هذا فوليومتريك فلو ريت. احنا مضبوط المعادله لما كتبناها كان لازم نضرب في رو، لازم نضرب رو في كيو انبوت اوف تي ماينس رو في كيو اوت اوف تي، هاي بتساوي دي رو في دي. انا ما بقدر اقول conservation of volume اوكي، بس بقدر اقول conservation of mass. هاي mass، هلا رو رح تشكر اذا كان incompressible اوكي، فصارت عندي هاي المعادله. هلا اطلعوا ايش المعادله هاي بتقول. اذا اخذت الفلو ريت الانبوت فلو ريت وطرحت منه الاوتبوت فلو ريت، النت ايش هذا عماله بيعمل؟ عم بزيد مش هيك؟ وهذا التانك كانه ايش؟ كانه انتجريتر مزبوط؟ حول هاي المعادله بامكانك تحول هاي المعادله تقول انه الانتجريشن مزبوط هيك؟ ايش يعني؟ يعني الفوليوم داخل هذا التانك، فوليوم تبع الليكويد داخل هذا التانك بعد ما لغينا رو من هنا، هو الانتجريشن للفرق بين هدول التنين. مش هاي بقدر اطلعها احولها لسيميلينك موديل؟ يعني شو بقول؟ راح اقول انه كيو اوت اوف تي وهاي كيو انبوت اوف تي، هذه صارت دلتا كيو تي، وراح تكون بوزيتيف اذا امتى بتكون بوزيتيف؟ إذا كان الانبوت فلو أكثر من الاوتبوت فلو مش هيك؟ وعندي هاي الإشارة هون ماينس وهون بلس. هاي إيش راح أعمل فيها الآن؟ هلا هاي بدي أعملها انتجريشن مظبوط؟ أه في عندنا إشي إحنا ناقص هون فوليوم؟ لا مظبوط. هلا الفوليوم عبارة عن إيش؟ مظبوط؟ مش A في H بتعطيني V وA كونستنت. فصار عندي هلا هون اذا بدي اطلع اتش اوف تي راح اقسم هذه هون على، اذا ايش الاوبريشنز اللي بدي اعملهم؟ بدي اعمل انتجريشن وبدي اقسم على ايش بيطلع معي هون؟ اتش اوف تي مضبوط. الكل فاهم كيف طلع معي اتش اوف تي اوف هون؟ هذول العمليتين انترتشنجبل زي ما بدك تعملهم. يمكن الاصح كان نعمل انتجريشن وبعدين نقسم على ايه، ما بعرف، ما بياثر. اوكي ماشي واضح. هذا اذا بدك حط الان حواليه خط وسميه تانك. هذا التانك موديل عملنا انتجريشن وقسمنا على ايه فاعطاني الهايت. هلا شو لازم اطلع من الهايت؟ تمام البريشر، من البريشر شو راح يعطيني؟ الاوتبوت فلو. كيف بربطهم هدول باي معادله؟ مضبوط. اذا باخذ هلا هون باخذ الفانكشن هذه كانها يو وهاي بتطلع معي. اوكي الكل فاهم شو عملنا هون؟ اخذنا الانبوت اللي هو سميناه يو للفانكشن، هاي هي بتسميه يو، هو اتش ضربناه، او بدك سمي هذه اتش وحط هذه اتش. هاي العلاقه هي النون لينيرتي، هو موجود النون لينيرتي. هلا الان شو بعمل؟ اوكي الكل فاهم هذا الموديل؟ هذا هون موديل لهاي، هذا بيطلع بيشبه هو الفيرست اوردر سيستم، بس هو هذا نون لينير. اوكي الريسبونس تبعه بيشبه الفيرست اوردر سيستم. هي في عندي انتجريتر مع ايش؟ مع نيجاتيف فيدباك. وين ما كان عندي انتجريتر مع نيجاتيف فيدباك
بعطيني فيرست اوردر سيستم. اوكي زي الكاباستر زي اي شيء ثاني. اي موديل عندي هون شكل موديل. واحد على اس. هذا الموديل شو بتطلع الترانسفير فانكشن تبعتهم؟ عندي هون نيجاتيف فيدباك. ها؟ بصير عندي هون كي على اس على 1 زائد كي على اس. مظبوط؟ مش اخذته هيك؟ هاي؟ لوك دياجرام ريدكشن. شو بصير عندي هون هلا ايش بقدر اضرب؟ بقدر اضربهم كلهم باس مظبوط؟ بقدر اقسمهم كلهم على كي. صار كأنه كي يساوي واحد تا يساوي واحد. مش هذا first order system؟ كي هاي هون جت first order system. عندي integration و negative feedback أعطاني first order system. هذا first order system إله time constant. Okay.